لقد كانت مهمته واضحة، لقد أمر المعلم أتباعه بالقتل، وهو هجوم يموت فيه القاتل أيضا. خمرة ممزوجة بالمخدرات، هكذا يتم الاتفاق، وفي حالة من اللاوعي يشعر المختار أنه ذاهب إلى الجنة، وكان يتم إخباره مسبقا ووعده بالجنة عندما ينهي مهمته، وهكذا تكتمل القصة. لقد كان الملوك والوزراء يقتلون بواسطة خناجر هذا التنظيم السري، وبين الخوف والإعجاب والحقيقة والأسطورة، فإن جماعات أخرى قليلة تعرضت لهذا المزيج من الافتراء والإعجاب. منحدرات شديدة في جبال إيران بعيدة جدا عن مركز الحكومة. منذ آلاف السنين كان هذا المركز الرئيس لمنظمة قوية. مؤسس هذه الجماعة هو الحسن الصباح، كان بالنسبة إلى بعض الناس مقاتلا في سبيل الحرية، وبالنسبة إلى البعض الآخر مجرد إرهابي متحجر القلب. لقد أرسل نذير الموت إلى أهداف محددة، وكان الخوف منه يصل حتى إلى أبعد من أهدافه التي وضعها، فقد كان يصل إلى أوروبا. كان الصليبيون منذ نهاية القرن الحادي عشر يقاتلون لإخضاع المشرق العربي، وقد حاصروا هؤلاء الرجال الرهيبين في بلاد الشام. من هناك عاد الأوروبيون إلى بلادهم حاملين أخبار من سماهم التاريخ بالجماعات الإسلامية السرية. يأخذ كتاب التاريخ المسمى تاريخ مآثر ما وراء البحار للمطران ويليام أفتاير منحا موضوعياً. توجد في سوريا جماعة لديها 10 قلاع تدعي أنها لها، وكان الشعب يعين رئيسه الخاص، وكانوا يدعونه الشيخ. كان أتباعه مأمورين بالقتل دونما تردد، ولا يسمح لهم بالفرار. عندما كان يريد الشيخ القضاء على أمير ما، كان يزود أحد أتباعه بخنجر. عرفوا في الغرب بالحشاشين كما سماهم العرب، ولكننا لا نعرف أصل هذه التسمية. يقال إن الشيخ رحب بالكونت هنري أوف شامبين في قصره وصعقه بعرض مذهل. الطاعة حتى الموت كان قانونا غير مكتوب لدى هذه الجماعة. كان هنالك أسطورة من بين أساطير أخرى أثارت الإعجاب والإشمئزاز في آن، وأصبح الحشاشون من الأمثال التي يرددها العشاق الأوروبيون، فكانوا يرددون على مسامع نسائهم: إن تأثير كيفية أقوى من تأثير الشيخ في قومه، ذلك أنهم كانوا يخدمونه بسرعة وبإخلاص، وأنا أخدم الحب بإخلاص غير مشروط. لكنه لم يكن رسول حب، وإنما نذير موت دخل التاريخ، وقد ولدت أسطورة جديدة. الجنة هي مكافأة القاتل، هذا هو وعد الشيخ لأتباعه. وكحافز لهم كان يصور لهم حقول الإلياذة، هكذا كانت تقول المصادر الأوروبية. هل كان المعلم يهدد الشاب قبل تنفيذه للمهمة؟ هل كان بهذه الطريقة يجعلهم يقدمون على تنفيذ المهمات الخطرة؟ إن هذه النظرية غير مثبتة. كل ما نعرفه بالتأكيد هو أن جماعته كانت تنتمي إلى الإسماعيلية، وهي فرقة دينية إسلامية عرفت شعبيا باسم الحشاشين، أي متعاطي المخدرات على أغلب ترجيح. كانت العبارة في اللغة العربية
تعود أصلا إلى الإسماعيلية، وقد سمعت هذه العبارة من الصليبيين أولا الذين نقلوها وعدلت في اللغات الأوروبية، وأصبحت مثلا أسيسيني وأساسيني وهسيسيني وهكذا دواليك. وهكذا تم استعمال، أو في الحقيقة تم إدخال هذه الكلمة كاسم الفرقة الشرقية السرية إلى أوروبا، وبعد وقت طويل اتخذت هذه الكلمة معناها العصري، وهو القتلة المحترفون. في الواقع كانت نبتة القنب الهندي والتي يستخرج الحشيش منها معروفة جدا في بلاد المشرق خلال العصور الوسطى. لقد كان الأطباء والصيادلة يستعملون هذه النبتة ويصفونها كأدوية خاصة للانهيار العصبي ومشاكل الهضم. ولكن المتدينين الإسلاميين كانوا ينبذون متعاطي الحشيش الذين يستخدمون هذه النبتة للمتعة والتحلل الأخلاقي. إذن أصبحت كلمة حشاشين عبارة ينعت بها الفارون والمتفلتون من الدين والمجتمع. لم يكن الصليبيون يعرفون شيئا عن هذه الأمور عندما بدأوا حربهم باسم الدين المسيحي على المشرق العربي. بالنسبة إليهم كان الحشاشون رجالا يسكنهم الشر، وقتلهم الناس كان حديث الجميع، وأبقت تلك الشائعات الأوروبيين حذرين طوال الوقت. يعود أصل هذه الفرقة السرية إلى الشرق الأقصى، ولقد علمنا هذا من خلال الراهب ويليام أوف روبروك الذي أرسله ملك فرنسا عام 1253 لزيارة آغا خان إمبراطور المغول. تم استقبال الزائر في البلاط الملكي بحذر شديد، لأن الإمبراطور كان قد سمع أن الحشاشين ينوون قتله. لقد كتب ويليام إن جبال الموليهتس هي موطن الفارين الحشاشين. في ربيع عام 1090 أي قبل 160 سنة من زيارة روبروك، كان الحسن الصباح في بلاد الفرس في مهمة سرية، وبعد مكوثه طويلا في مصر عاد إلى موطن أجداده. وفي عمر الأربعين سافر متخفيا، كان عليه أن يتفادى البلدات والمدن الكبيرة. وفي أحد الأيام كان في خان ليس بعيدا عن الري عاصمة الفرس القديمة، وصل رسول ومعه رسالة له. لم تكن الأخبار جيدة، لقد كان رجال السلطان يسعون وراءه. كان عامل الري يعتبر الحسن رجلا خطرا وقد أمر باعتقاله. هذا يعني أنه لا يستطيع أن يظهر في الري مصفة رأسه القريبة اليوم من طهران، لذلك قرر اللجوء إلى قزوين في الشمال الغربي. لقد كانت قزوين مكانا معروفا لدى الشيعة. إن المباني الموجودة اليوم يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، وقد تم ترميمها مرات عدة. في الداخل يوجد قبر الحسين ابن الإمام الثامن الذي توفي عام 821 بينما كان يعبر المنطقة. كان الناس يصلون أمام قبره طالبين شفاعته عند الله. كان الحسن يعلم أن في قزوين سيجد موالين له، ولكن كان عليه أن يتصرف بحذر. لكن الأمر لم يكن هكذا من قبل، فلقد كان فيما مضى أحد الوجوه المحترمة في بلدته الأم. عندما كان شابا تعلم مبادئ المذهب الشيعي، وكان مؤمنا بإمامة الأئمة الاثني عشر المتحدرين مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكتب: لم يخطر ببالي أن أبحث عن الحقيقة في مكان آخر. ثم أصبح إسماعيليا، والإسماعيلية فرقة من الشيعة تنسب إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، وهي أقلية دينية تعرضت للاضطهاد المستمر في ذلك الوقت. هذا يعني أن على الحسن أن يعمل سرا، وبعد سنوات في أماكن غريبة أراد أن يتبعه المزيد من الأشخاص من أجل قضية الإسماعيلية في بلاد الفرس. ولكن لماذا كان المجتمع يعتبره متمردا؟ تكمن الأسباب في تاريخ الإسلام. عندما توفي النبي محمد صلى الله عليه وآله عام 602 اختلف المسلمون على من يكون خليفة له.
وفقا للتقاليد العربية تم اتباعا بيعة 3 رجال من الصحابة ليكونوا خلفاء النبي. ومات الخليفة الثاني والثالث قتلا من المعترضين على سياستهم. ثم أتى الإمام علي وهو ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة ورابع الخلفاء الراشدين، واتخذ من الكوفة في العراق عاصمة للخلافة. وبعد 5 سنوات فقط قتل أيضا على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. كان الشيعة وأتباع الإمام علي قد بدأوا يطالبون بوجود الأقدر والأكفأ خليفة على المسلمين. لقد طلبوا أن يحكم المجتمع الرجل الذي له صلة دم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وبعد موت الإمام علي انقسم الإسلام إلى فرقتين كبيرتين هما أهل السنة والشيعة. وبعد الإمام علي تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان وابنه من بعده، ولكن ابن الإمام علي الإمام الحسين رفض مبايعة يزيد وانتفض مطالبا بإصلاح الأمة. وقبره في كربلاء ذكرى جليلة لرؤية لم تنجح وتحذير لأجيال المستقبل. ذبح الحسين في معركة دامية مع 70 رجلا من أتباعه الأوفياء. منذ ذلك الوقت أصبحت مجالس العزاء العامة مظهرا من المظاهر الخاصة بالشيعة، وكانت تمثل تعبيرا مؤلما لقمعهم غير العادل وعلامة على حزنهم العميق على موت قائدهم البطل. لم يرفض الشيعة الاعتراف بالسيطرة السنية فقط، بل عينوا قائدهم الروحي الخاص الإمام الذي قام بتفسير القرآن وبسن القوانين. معظم الشيعة يؤمنون بأن الإمام 12 سيظهر ليخلص العالم، ولكن خلال حكم الإمام 7 وباعتقاد المذهب الإسماعيلي فإن إسماعيل بن جعفر الصادق سيبقى إماما حتى الآن، وهكذا ولد المذهب الإسماعيلي. عام 969 قاموا بتأسيس القاهرة وبتأسيس سلالة حاكمة جديدة تدعى الفاطميين. وللمرة الأولى منذ الإمام علي تمكن الشيعة من السيطرة على السلطة السياسية والدينية وتأسيس خلافة ذات نفوذ. لأكثر من 100 سنة ازدهرت العقيدة الإسماعيلية، ووصلت العلوم والفنون والهندسة إلى مستويات عالية. ولكن في القرن 12 استعاد السنة الحكم مرة ثانية، فتم ملاحقة الإسماعيليين. في لندن بحث الأكاديميون في التاريخ المتقلب للفرقة الدينية الإسماعيلية، ومن خلال الدراسات المعمقة كانوا يريدون اكتشاف سبب النبذ الدائم لهذه الفرقة. إن سوء الفهم الكبير للإسماعيليين خاصة والشيعة عامة هو أن لديهم طريقة لفهم الإسلام، وكانت هذه الطريقة مهدمة، ولكنها تعتمد على سوء التفاهم التالي. الإسماعيليون يؤمنون بأن النص القرآني هو ذو أوجه متعددة، ويجب ألا يفسر القرآن تفسيرا حرفيا. بعبارات أخرى، إن المعنى الحرفي هو معنى واحد فقط، ولكن من الممكن أن يكون هنالك معان أخرى للنص. في بلاد فارس قام الحسن الصباح بنشر العقيدة الإسماعيلية، ومن خلال مكانته كقائد روحي قضى ربيع عام 1090 بالتنقل من مكان إلى آخر عبر جبال الشمال. لقد أقنع المسلمين بالإيمان بعودة إسماعيل، وكان ذلك أحد أركان العقيدة الإسماعيلية. رحيم كام رحمانه این الفاظ و کتابی که محمد صلی الله علیه و سلم. لقد حاول الحسن القيام بكل الوسائل الممكنة حتى يجذب السكان المحليين إلى قضيته، وقد وجد مستمعين متنبهين بين الشعب الذي يعيش في المناطق النائية. عدد قليل من الشعب كان يمكنه مقاومة تأثيره فيهم. محبو الحرية أقوياء ولا يخشون الحرب، هكذا كان أبناء القرى ذوي إحساس قوي بانتمائهم. كانوا دائما يثورون في وجه الدولة وسيطرتها الدينية وحتى في وجه السنة، وطالبوا بالاستقلال، ولم يستطع أي حاكم أن يسيطر عليهم. وجد الحسن أن هذه المناطق النائية والتي لا يمكن لأحد الاقتراب منها مكان صالح للاختباء. لقد كان يبحث دائما عن مقر رئيس مناسب له ولرجاله يكون قاعدة من خلالها يمكنه محاربة الفرق الدينية الأخرى.
في وسط جبال البورز وجد القائد الروحي أخيراً ما كان يبحث عنه، كان ينتصب أمامه عالياً. قلعة الألموت العظيمة التي يبلغ ارتفاعها 2175 متراً. الألموت، اكتشاف النسور. أطلق ملك هذه التسمية عليها لأنه كان يدرب الطيور على الهبوط عليها مع فريستها. انتهز القائد فوراً الفائدة الاستراتيجية للموقع وبنى قلعة هناك. أرسل الحسن أحد أتباعه لمالك القلعة في ذلك الوقت ليعرض عليه اتفاقاً: أبإمكانك بيع مساحة من القلعة التي هي بطول الحبل الذي تربط به البقرة؟ ولدهشة المالك قام أحد رجال الحسن بجعل حبل البقرة إلى خيوط دقيقة وربطها بحبل واحد دقيق وطويل لدرجة أنه أحاط بالجدران الخارجية للقصر، وبحيلة بسيطة استولى الإسماعيليون على القلعة، أو على الأقل هذا ما تقوله الأسطورة. في الواقع لقد أخذ المالك 3000 دينار من الذهب ثمنا للأرض، وقع عليه الحسن الصباح ودفعه أحد الأغنياء. شيئا فشيئا سيطر القائد الروحي على كامل المنطقة الجبلية، وكانت رسالته عن العدالة تنتشر بعيدا وبسرعة. وبعد وقت قصير تمكن بفضل ذكائه الاستراتيجي من بناء بنى تحتية يمكنه الاعتماد عليها. نظام متطور يمكن الحلفاء من الاتصال به بسهولة حتى من أماكن بعيدة. من مراكزهم البعيدة المتعددة كانوا يستعملون إشارات ضوئية للاتصال ببعضهم البعض من خلال نوع من نظام ترميزي. أهم تلك الأنظمة كان نظام الإنذار المتطور جدا الذي يستعملونه في أيام الخطر. أصبح لدى الإسماعيليين محاربون في سبيل الحرية، فاستولوا على 70 قلعة بواسطة الحروب أو حصلوا عليها بوسائل أخرى. في أعالي بلاد فارس بدأت تظهر دولة وشبكة فريدة من الأتباع المؤمنين يجمعهم قائد ديني ذو طموحات سياسية. لقد أصبح قريبا من تحقيق هدفه، وهو توحيد الإسماعيليين في البلاد كلها. إذا كانوا موحدين يمكن للفرقة مقاومة الهجومات الدائمة التي يشنها الأعداء. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب كانت يد الحسن الصباح الواقية تمتد إلى كل مجتمع إسماعيلي. مؤخرا تم وضع قلعة الألموت تحت الفحص العلمي. قام فريق من علماء الآثار في طهران وعلى مدار أشهر عدة بنبش ما يسمى بالقلعة التحتية، ففي ظل القصر كان هنالك معامل ومزارع. بقيادة الدكتورة حميدة الشباك كانت هذه أول بعثة تمولها الحكومة للبحث في هذا الموقع التاريخي. كانت الحفريات تدل على وجود أشياء من حقبات مختلفة، عدا عن إيجاد آنية خزفية فقد وجدوا قطعا من البرونز ومعادن مزخرفة وسلاسل حديدية وعددا كبيرا من القطع النقدية. وكان مطبوعا على القطع النقدية الذهبية قلعة الألموت، وهذا دليل مهم على وجود مجتمع مستقل في عهد الحسن. وكان الممر الذي يصل إلى القلعة الرئيسية عبر التلال قد اكتشف على أيدي الفريق. لقد وجدنا أشياء مهمة وعددا كبيرا من القطع النقدية وقطعا من الفخار والقرميد تعود إلى عهد السلاجقة وإلى زمن الحسن الصباح، وكلها تدل على وجود هندسة جيدة يستحقها القائد الديني. باقي الناس كانت تعيش في مزارع محيطة متطورة. أشياء قليلة فقط على الجدران تدل على الهجوم المغولي. المنطقة الأساسية من الأنقاض وما تبقى من الغرف مطمور بالصخور. لقد قام المهندسون من زمن الحسن بتغطية واجهة الصخور بالقرميد،
في تلك الأيام لابد من أن القلعة كانت ذات منظر يخلب الألباب. كان يعيش هنا 200 رجل فقط، وكان المزارعون في الأودية يلبون حاجات الساكنين في قمة الجبل. لقد قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم عندما ارتدوا إلى الإسماعيلية. لم يرغبوا بعد الآن بالعيش تحت رحمة الحكام الإقطاعيين، وفضلوا مساعدة حماتهم الجدد. في المقابل قام الحسن بدعم سكان المنطقة، وتحت رعايته ازدهرت الزراعة والتجارة، وأصبح مجتمعا موحدا عند وجود الأخطار. في نهاية السهل الخصيب على بعد 430 كيلومترا من قلعة ألاموت، كان للفرقة الدينية حصن آخر، وكانت تشبه القلعة الرئيسية، وكان مبنيا على أرض مرتفعة ومنيعة. إنها قلعة لامسار. لقد قامت العالمة البريطانية فريا ستارك بوضع خريطة خلال بعثتها عام 31. في القرن 13 قاومت الهجوم المغولي، ولكن في النهاية لم تستطع الصمود أكثر. لا تزال الأنقاض تنتظر أن يتم الكشف عنها من قبل علماء الآثار في طهران، وخلال العقود القادمة لابد من أن تكون كل القلاع من أيام الحسن قد تم توثيقها ومعرفة أسرارها. كانت لامسار مهمة استراتيجية، لقد شيدها الحسن، وكانت أشبه بقاعدة عسكرية متقدمة في حال حدوث هجمات من العدو. كان يتم إرسال الرسائل من هنا، إذا اقترب العدو من الغرب عليه أولا أن يستولي على هذه القلعة قبل وصوله إلى قلعة ألاموت. كانت أنابيب الري العديدة تجر المياه من أعالي الجبال عبر الجدران السمكة. كان الناس يجمعون الماء الثمين في خزانات كبيرة جدا، وكانوا يخزنونه خشية حصول حصار ما. حتى الآن تمكنت البعثة من إحصاء 16 خزانا، وفي أغلبية الوقت كان الرجال يأخذون حاجتهم اليومية من المياه من النهر القريب بواسطة رافعة تعمل يدويا. نجح الحسن الصباح في السيطرة على المجتمع من قاعدته في قلعة ألاموت، فلقد كان متعمقا في دراسة القرآن ونصوص فلسفية أخرى، ولقد أصبح مشهورا بمكتبته الكبيرة في القلعة. وفي عزلة شبه تامة كان يعد مخططه من أجل بناء وطن مثالي، وطن لا يسيطر عليه السلاجقة والسنة. وبعيدا عن سامراء في شمال العراق، لا يزال جامع الخليفة العباسي قائما حتى اليوم. اعتبر الحسن أن بني العباس هم المسؤولون عن سقوط الإسلام الحقيقي، وكان يريد القضاء عليهم بكل وسيلة ممكنة. لقد كان الحكام في قصورهم الرائعة ينعمون بحياة الترف، وكانت الرشوة والفساد قائمين طوال الوقت. في بغداد دار الخلافة العباسية أسسوا مدارس دينية مهمة. كان الحكماء يعلمون التعليم الديني والشريعة وفقا لمعايير أطلقها الحزب الحاكم إن صح التعبير. هناك كان التلاميذ يدرسون التعاليم السنية التي تصور الشيعة والإسماعيلية مرتدين عن الإسلام وأعداء له. ملايين المجلدات ملأت مكتبات العاصمة، كتب عن الرياضيات والعلوم، ودواوين شعرية وعلاجات طبية، وكانت كلها جزءا من التعليم في المعاهد. لقد كبرت بغداد لتصبح مركزا مهما في التعليم. لقد كان الخليفة على رأس الدولة، ولكنه أصبح دمية يحركها السلاجقة كيفما شاءوا. اعتنقت هذه القبيلة التركية الإسلام في العام 1000 للميلاد، وبعد عقود قليلة سيطرت على مناطق واسعة من بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس. شيئا فشيئا أصبح لديها نفوذ سياسي وعسكري، وقد عينت نفسها حامية الخليفة، ما أكسبها مناعة وقوة. ولكن لم يخفى على قائدها السلطان الأمور التي كانت تجري في جبل الحسن في الشمال.
تقدم الجيش نحو قلعة ألاموت من أجل السيطرة على المقاومة. وعلى الرغم من قوتهم العظيمة لم ينجح الحصار، وأجبرت الفرق على الانسحاب. عندها بدأ الحسن بالثأر. كان يعلم من هو مدبر هذه العملية العسكرية، عدوه اللدود وزير السلطان الفارسي. عند المساء جمع القائد الروحي أتباعه الأوفياء الفدائيين. هؤلاء الشباب كانوا يطيعونه طاعة عمياء، وكانوا مستعدين لتقديم حياتهم من أجل القضية. لقد اتخذ القرار. كان المختار من أتباعه يعلم ما الذي ينتظره وما المهمة التي أعدها المعلم له. عليه قتل الوزير، وكان هذا أول اغتيال يقوم به الحسن باسم الدين. في صباح 16 من تشرين الأول عام 1092 في بلدة صغيرة من بلاد الفرس، كان الموت متخفيا في ثياب متوسل ينتظر فرصته. وكان نظام الملك في 80 من عمره، لم يكن يعلم شيئا عن الخطر المحدق به. كان قد انتهى من اجتماع مهم، كان رجلا معروفا قضى حياته كلها في خدمة الأمة. تقدم الغريب من دون أن يعترض أحد سبيله بحجة التماس من الوزير. لم يكن هنالك أي شك فيه بادئ الأمر. بسم الله، وبهذه الكلمات بسم الله اقبل تحية الحسن الصباح وتم الأمر. في لحظة جعل الاغتيال الحاكم الإسماعيلي مشهورا ومهيبا. كان اسم مرتكب الاغتيال والضحية ينقشان دائما على ألواح تذكارية، ويقال إن عددها وصل إلى 100، ولكن هنالك برهان على وجود 10 فقط. أحب أن أشدد على أن الموت دفاعا عن العقيدة هو قضية شريفة، أما القتل باسم الإيمان فليس هكذا أبدا. أعتقد أنه من المهم التفرقة بين الرد على العنف حيث عليك أن تدافع عن نفسك، وبين القتل باسم الإيمان، وهذا شيء مهم جدا. مدينة أصفهان الجنوبية على حدود الصحراء، مدينة الورود والقصور والحدائق والمساجد. في الأيام الغابرة كانت مقر الحكام السلاجقة ومركزا لمجتمع كبير من الإسماعيليين. عاش سكانها جنبا إلى جنب مع أتباع الفريقين الكبيرين الشيعة والسنة. إنه مجتمع حيث الهوة بين الحكام والعامة كانت تتسع دائما. الطبقات الاجتماعية العادية مؤلفة من التجار والفلاحين والمزارعين، كانت تشعر دائما بأنها محمية في المجتمع الإسماعيلي، وكان القائد الروحي مستعدا دائما لمساعدتهم في كل الحالات ويهتم بمصالحهم. القلعة المنيعة خارج أسوار المدينة هي المكان المناسب للجوء إليه، فلقد استولى القائد الروحي في أصفهان على الموقع العسكري للسلاجقة خلال غارة مفاجئة وسريعة. ولكن كان هنالك دائما هجمات عسكرية من قبل جنود السلطان. لقد تم ملاحقة الفرقة على تمردها ضد السلطة وعلى تفسيرها الفردي للقرآن. خلال هذه الفترة تم حرق العديد من الكتب التي لا تعوض. لقد كان الرد على هذه الأعمال يأتي دائما من قلعة ألاموت. كان يحدث دائما الشيء نفسه، اغتيال أحد الوجوه المعارضة. عندما يصل المتطوع إلى هدفه كان يختلط بالعامة من دون أن يعرفه أحد. في بعض الحالات كان يقضي أشهرا قبل التمكن من اغتيال أحد الوجوه المعارضة. كان رجال الحسن متمرسين جيدا ويعرفون كل الحيل. كان القاتل يتخذ له هوية جديدة، فلا أحد يعلم من هو حقا. كان يعيش بسرية كرجل عادي في محيطه الغريب، وعقله مركز فقط على الوقت المناسب.
في تلك الأيام كانت المراكز الدينية هي المفضلة للقيام بالقتل، خاصة خلال صلاة الجمعة. هنالك براهين تاريخية على الاغتيالات في جامع إصفهان، وهي مكتوبة بأعمال فنية مؤثرة. في العام 1101 كان اغتيال مفتي المدينة الأكبر في المسجد، وكان المهاجم يطعن دائما من الأمام صائحا باسم الذي أمره بالقتل، الحسن الصباح. إن الادعاء بأن سيد قلعة ألاموت كان يجبر الشباب على القتل هو خرافة، والخرافة التي تقول بأنه كان يقتل عشوائيا ليست صحيحة. المدنيون لم يظهروا أبدا على لائحة الهدف، وإنما فقط المسؤولون السياسيون. ولكن الحسن جعل الفدائيين يعتقدون أن الأمل في عالم أفضل يبرر الوسيلة، وكانوا يتصرفون وفقا لهذا المعتقد. لقد وجد العلماء معلومات قليلة عن الحياة اليومية في القلعة، لكن كان هنالك أمر واحد مؤكد، وهو قوانين صارمة على كل واحد ومن دون استثناء أن يتبعها. لم يكن في إمكان أحد أن يتوقع الليونة أو العطف. كان صارما مع الأصدقاء والأعداء. لقد أمر بقتل أحد أبنائه لأنه كان متهما بشرب الخمر. لقد كان من هذا النوع من الرجال. كان صارما جدا وقاسيا، وهو منظم وإداري من الدرجة الأولى. لقد كان عالما جيدا ورجلا مثقفا، تعلم الكثير من العلوم بما فيها علم الفلك. لقد ترك القلعة مرتين فقط، وذلك ليشاهد النجوم. كانتا الرحلتين الوحيدتين في حكمه الذي استمر 34 سنة في قلعة ألاموت، هكذا تقول القصة التقليدية. لكن هذا الرجل المستوحد كان يقضي معظم وقته في الدراسة أو في المختبر، منعزلا عن العالم الخارجي. وبناء للتقارير كان دائما يعد علاجات طبيعية ويختبر وصفات متنوعة. لذلك كان الكيميائي يأمر بإحضار أعشاب أجنبية من كل منطقة في بلاد فارس، وكان خبيرا يعرف أسماء وتأثير النباتات الطبية المختلفة. لقد كان يعلم أيضا عن النباتات السامة وعن المخدرات التي كان يعطي أتباعه منها كعنصر أساسي. لقد لازمته هذه الشائعة هو وأتباعه قرورا من الزمن، وانتشرت في أوروبا. لقد لاحق الحسن الصباح بالطبع حلمه السياسي، ومن أجل محاربة الحزب الحاكم بنجاح كان يحتاج إلى عدد كبير من الحلفاء، بمن فيهم الذين هم خارج حدود الأمة. ففي العام 1102 أرسل رسلا إلى سوريا الشام من أجل تأسيس قاعدة نفوذ إضافية، لأنه كان هنالك جماعة كبيرة من الإسماعيليين في سوريا. أولا سافر المبعوثون إلى مدينة حلب في الشمال. كانت قلعة حلب مطلة على المدينة، ويمكن أن تراها على بعد أميال عدة. وراء الجدران السميكة يعيش الأمير ريدفان الصليبي الذي يحكم المنطقة التجارية المهمة والمناطق المجاورة. لقد كانت بلاد الشام في محنة. انقسمت الإمبراطورية مدنا صغيرة، وكان العداء مستحكما بين القبائل، وكانت تقع الصراعات الدامية دائما. لقد قدم ممثلو الحسن الدعم الكامل لريدفان وساعدوه على السيطرة على أعدائه. شراكة ملائمة ومصلحة سياسية للأمير وطقوس مقامة في السلطة، في المقابل سمح للمهاجرين الإسماعيليين بنشر معتقداتهم في حلب. كانت سياسة الفرقة في بلاد الشام الاستيلاء على القلاع كقاعدة يتابعون من خلالها المهمات الدينية بين الشعب، وكانت المنطقة الجبلية في الشمال مثالية لأهداف الفرقة. هنالك حاول أعضاء من الفرقة إقناع المزارعين وحثهم على التمرد على الحكام في بغداد، ولكن لم يتمكن الإسماعيليون من النجاح إلا بعد 20 سنة،
ففي عام 1132 تمكنوا من الحصول على قلعة قدموس، أخذوها من صاحب أراض غني مسلم. أصبح هنالك المزيد من الأتباع. إن الاستراتيجية التي كانت ناجحة في بلاد فارس تم تطبيقها في سوريا، الدخول، الدعم والهجوم. الحشاشون كما كانوا معروفين محليا وضعوا فرق مباغتة في مناطق حساسة. أهم ضربة لهم كانت في مدينة مصياف قرب قصر كراك دي شيفاليه. لقد تمكنوا من الاستيلاء على القلعة الكبيرة التي هي الآن في وسط المدينة من حاكم غني. لقد أبعد الرجل وأسسوا مركزهم الرئيسي على الأسوار. إن علماء الآثار يقومون اليوم بحفريات واسعة على الموقع من أجل كتابة تاريخ الحقبات التاريخية منذ أصبحت الأرض آهلة بالسكان. إن التصميم الأساسي للقلعة السابقة يعود إلى القرن السابع. قام المهندسون بقياس كل متر مربع من الموقع بواسطة معدات صوتية. الفرق بين الأسلوب والمعدات يجب أن يسجل بالتفاصيل. إن إعادة بناء الجزء الروماني سوف يستغرق وحده سنوات عدة. عند ذلك الوقت فقط يمكن للبعثة العمل في أقسام القرون الوسطى. عمل حياة كاملة يتطلب مبالغ كبيرة من المال. لقد كان أشهر سكان مدينة مصياف سنان رشيد الدين، وكان معروفا في المصادر التاريخية الأوروبية بشيخ الجبل. لقد استولى على الرئاسة بصفته قائد الحشاشين عام 1162. سامعين شو عم بقول لكم؟ الوصية لازم تحفظوها مظبوط. نحن لازم. لقد تربى في قلعة ألموت على يد أحد أتباع الحسن الصباح، وتمكن بنجاح من تحديد مصير الإسماعيليين في سوريا لمدة 30 عاما. لقد انتشرت القصص حوله ما أدى إلى زيادة سوء سمعة الجماعة. كان معروفا بأنه درب رجاله ليصبحوا قتلة، كما قيل أنه دعا الشباب إلى تجاهل بعض قواعد القرآن. ووفقا للتقاليد لم يعرف الإرهاب أي حدود في عهده. كان كل غني ونافذ يعيش في خوف دائم. لم يكن أحد يعلم متى وأين سيضرب سنان من جديد. لقد وجد القتلة طرقهم حتى إلى غرف النوم، فكانوا يدخلون من دون أن يشعر أحد بهم، ولكنهم ما كانوا يقتلون دائما. في بعض الأحيان كانوا يضعون الخنجر قرب الوسادة مثل الإنذار الأخير، والمؤكد أنه لن يكون هنالك مجال للهرب إذا ما قرر شيخ الجبل. كانت المنطقة عبارة عن إمارة حقيقية. لقد كانت منطقة صغيرة مع عدد من المناطق والأراضي المنفصلة، مع إحساس قوي بأهمية المهمة. وفي الحقيقة لم تقتصر المهمة على قتل الأعداء كما كان معروفا في أوروبا، بل إن المهمة في الحقيقة كانت في الحفاظ على هذه الجماعة في هذا المحيط العدائي جدا قدر المستطاع. كانت قلعة كراك دي شيفاليه قريبة من مدينة مصياف. لقد ظلت القلعة قرنين من الزمن حصنا منيعا للصليبيين. وتذكر المصادر الغربية تعاون هذه الجماعة مع الصليبيين كما فعلوا في حربهم ضد الأمراء السنة. وكان الطرفان يتبادلان المعلومات السرية ويتعاونان بوسائل مختلفة. وكان يطلب من الحشاشين أن يدفعوا ضريبة للصليبيين ثمنا لحمايتهم إياهم. وتذكر المصادر أن سنان كان يأتي شخصيا في بعض الأوقات لإجراء محادثات سرية، فلقد كان القائد الروحي السوري يعرف منذ البداية فوائد الشراكة. لم يكن الصليبيون أهدافا للحشاشين، لأن الخطة في قتل أحد الأشخاص المهمين لم تكن لتنجح مع منظمة كهذه، فالشخص الذي يقتل سيأتي غيره في اليوم التالي. أنا ببعث لك رجالي بتشوفهم، وأنت بتبعث لرجالك بشوفهم، وبنرسل كل الأشياء الجديدة اللي بتحصل معنا. لكن من بين كل الناس كان المسيحيون في الشرق هم الذين اتهموا الحشاشين بالقيام بمئات جرائم القتل،
من دون نسيان الواقع إنهم هم أيضا كانوا يضحون بألوف الرجال باسم الدين. لقد قتلوا 4 أو 5 أو حتى 30 رجلا أوروبيا، ولكن الشخصيات الإسلامية كانت تقتل على يد الإسماعيليين، والهدف كان التأثير في أعدائهم الذين كانوا أكثر قوة منهم، فكان بإمكانهم تأسيس جيوش كبيرة. وبالطبع لم يكن من مصلحة الحشاشين إنكار هذه الاغتيالات، وخصوصا عندما كانت تنسب إليهم خطأ. لقد زرعوا الخوف حتى في نفوس القادة العسكريين المعروفين أمثال صلاح الدين. لقد أتى السلطان منقذ السنة الجديد من أجل إخراج المحاربين الأوروبيين من أرضهم. الله أكبر! الله أكبر! خلال الحرب في حلب أرسل سنان أحد الفدائيين، لكن محاولة قتل صلاح الدين في مصر فشلت، فرجاله سيتمكنون لاحقا من إلقاء القبض عليه وقتله في الوقت المناسب. وكرد على هذه المحاولة قام صلاح الدين الأيوبي بمحاصرة قلعة الحشاشين في مصياف، ولكنه اضطر إلى التراجع بعد فشل الحصار. بقيت الأمور على حالها حتى عام 1273 عندما سقط نجم المجتمع السري أخيرا في سوريا. ففي النهاية لم تستطع مقاومة نفوذ وقوة الخليفة، وبقيت الجماعة من دون دفاع. في بلاد فارس تم القضاء على الحشاشين أيضا، ففي عام 1256 استولى المغول على المنطقة. هاجمت كالإعصار مجموعات كبيرة من الفرسان القادمين من الشرق البلاد كلها. قلعة الإسماعيليين قاومت بشدة الهجوم. بعد 3 سنوات تمكن المغول من الوصول إلى الجبل. لم يعرف من قبل دمار كمثل هذا الدمار. أتلف حريق كبير أجزاء كبيرة من القلعة حتى وصل إلى الجدران الأساسية. لقد اشتعلت المكتبة الثمينة كلها، فذهب جهد الحسن الصباح هباء منثورا عدا كتب قليلة. أنقذ هذه الكتب القليلة مساعد الخان المغولي، إذ كان سنيا مطلعا على الأمور، وقد سمح له بالاطلاع على الكتب وأخذ بعضا منها. وجد جوفيني في مكتبة الحشاشين عددا كبيرا من المصادر المهمة عن تاريخ الجماعة خلال هذه الفترة، استعملها في كتابة تاريخ الإسماعيليين خلال حقبة الحشاشين، إضافة إلى كتابة عن تاريخ غزو المغول. وجد جوفيني أن الصورة السلبية للحسن الصباح قد تركت أثراً على الإسماعيليين أكثر من 800 سنة. في أوروبا أكد الرحالة ماركو بولو على إعجابه بالحشاشين، ففي كتابه كتاب العجائب حيث يتحدث عن أسفاره ورحلاته تظهر صورة الجنة لشيخ الجبل ملونة فرحة. لقد كتب: كان يعطي الفدائي جرعة من دواء سام يجعله يغط في النوم، وعندما يستيقظ يكون موجودا في حديقة غريبة ومحاطا بنساء جميلات، وكانوا يستمتعون جدا بالحياة أياما معدودة. ولكن لم يكن هنالك أي مصادر علمية ولا أي برهان يؤكد وجود مثل هذه الحدائق لا في سوريا ولا في بلاد فارس، كما لا يوجد أي دليل في الأدب العربي على أن أعضاء الفرقة السرية كانوا يتعاطون المخدرات. كان ماركو بولو أكثر الأشخاص من بين كل أسلافه قد جعل تلك الأسطورة مشهورة في أوروبا، ولكن الذي نعتبره اليوم أنه من الأساطير الخرافية أو الخيالية، كان ذلك الوصف الواقعي للتعاليم السرية وأعمال هذه الجماعة.
ومنذ القرن التاسع عشر فقط بدأت المخطوطات الإسماعيلية تظهر في الهند وفي الباكستان. هذه مصادفة غير متوقعة بالنسبة إلى الخبراء. إذن لأول مرة تمكننا من جمع الإرث المتوافر للإسماعيليين سواء في اللغة العربية أو الفارسية أو أي لغة أجنبية أخرى ووضعه بطريقة علمية. وإذا اعتمدت الأبحاث التي تجرى حول الإسماعيليين على هذه المصادر الأصلية الحقيقية فإننا سوف نغير صورة الماضي المشوهة. في وسط لندن وفي مقاطعة كنسينغتون الفاخرة يقع مركز يعود إلى الجماعة الإسماعيلية. إنه مكان يجتمع فيه المؤمنون وجها لوجه مع الماضي والمستقبل. والقائد الديني آغا خان هو الإمام التاسع والأربعون الذي يراقب كل شيء يجري من حوله. 15 مليون إسماعيلي في العالم هم في عهدة هذا الإمام المتحدر مباشرة من صلب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهم موجودون في كل قارة تقريبا. في تشرين الأول عام 57 استلم الأمير مهامة. لقد كان في 20 من عمره فقط. لقد كان متخرجا في الدراسات الإسلامية ودبلوماسيا متمرسا، ولقد حمى بشكل ناجح مصالح الجماعة التي هي في عهدته، إن كان في التجارة أو الصناعة أو الدين أو الفنون أو العلوم، وارتبط بمصالح مع شخصيات معروفة مثل نيلسون مانديلا، وتحدث في الأعمال إلى مهندسين غير معروفين. لقد كان يدعم مشاريع عديدة في العالم. لقد حصل على جوائز لأنه كان مواطنا يعمل بجهد وقام بفتح مدرسة في قرطيزيا. لقد مول المشروع ووفر النفقة له. يستفيد الأولاد والتلاميذ من دعمه المالي. لقد أنشأ الآغا خان معاهد لا تعد، وكان يمولها من أكبر منظمة غير حكومية على الأرض هي الشبكة المتطورة لآغا خان. أغلبية المعاهد كانت تحمل اسمه كعلامة للجماعة. لقد كون جده هذه الثروة الكبيرة، ففي عام 46 تم تقديم وزنه ألماسا، وذلك احتفالا بالستين سنة على توليه مهامة. سجل الميزان 111 كيلوغراما. قدم الإسماعيليون المال لشراء الحجارة الكريمة. لقد كان ذلك تقليدا قديما عندهم، وهو تقديمة عشر أرباحهم من أجل دعم الأعضاء الفقراء في الجماعة. لم يكن لديهم أي نية في إنشاء كيان سياسي لهم، وإنما كان طموحهم بذل النفس في الأعمال الاجتماعية وممارسة التفكير الإسلامي بحرية. وأعتقد أن ما تجده في الجماعة أن هذه الممارسات والتعاليم تظهر من خلال التعاليم والتطور والثقافة، فهذه الأشياء تؤثر في الحياة بشكل عام، سواء كنت مسلما أو إسماعيليا أو أي شيء آخر. مصياف، قلعة الحشاشين القديمة، الماضي الأسطوري للإسماعيليين. إن هذا المكان يمثل فصلا مهما في تاريخهم، في زمن حيث كانوا موحدين في دولة خاصة بهم. إن الشيء المهم منذ ذلك السقوط هو أنه لم يعد لهذه الجماعة الإسلامية أرض خاصة بها، وأعضاؤها تفرقوا في العالم كله. في الوقت نفسه لقد تركت هذه الجماعة السرية خلفها ومنذ القرون الوسطى انطباعا سيئا ما زال حتى الآن يضر بها. في السنوات الأخيرة رأينا أعمالا إرهابية قامت بها مجموعات إسلامية متطرفة، والذي حدث هو أن بعض الصحفيين أو بعض العلماء السيئين عادوا إلى الماضي ليخلقوا النظريات بين تصرفات المتطرفين وبين الإسماعيليين، أي إن قصة الحشاشين قد عاد إحياؤها من جديد.
لم يقم الحشاشون باختراع الاغتيال، ولكن لم يستعمله أحد بطريقة منهجية زمنا طويلا سببت قيام حروب كثيرة مثل الحسن الصباح وأتباعه. إن الضحايا التي كانت مسؤولة عنها هذه الجماعة السرية عددها قليل قياسا على من يموت اليوم في معركة واحدة، وكثير من الجماعات لم تضع حدا للحروب والاغتيالات. نذير الموت في قلعة آلاموت لم يعتد على الأشخاص العاديين وإنما على الحكام والمسؤولين. كانت أهدافه العقل المدبر للعدو وليس العمال العاديين. هذه حقيقة واحدة، ولكن هنالك حقيقة أخرى، حقيقة يصدقها كل مسلم ومن دون أي شك. القتل والانتحار ليس لديهما مكان في الشريعة ولا في التقاليد والحياة اليومية للإسلام، ولقد كانت هذه حقيقة في تلك الأيام كما هي في يومنا هذا.